عقب ظهور مشكلة تطاير الحصى اتخذت الوزارة عدة إجراءات لبحث أسباب هذه الظاهرة وسبل تلافيها، ولذلك صدر القرار الوزاري رقم 1 على سنة 2014 بتاريخ 12/1/2014 بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب حدوث تلك المشكلة وسبل تلافيها مستقبلاً وتحديد المتسببين فيها لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وبعد أن انتهت اللجنة من أعمالها تم إصدار التعميم الإداري رقم 2 على 2015 بشأن الضوابط لتنفيذ الأعمال الأسفلتية وإلزام قطاعات الوزارة المعنية بما جاء بهذا التعميم. وتم تكليف المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال العامة بإعداد خلطة تصميمية جديدة تم تجربتها في منطقة النزهة، علماً بأن لابد من مرور موسمين صيف وشتاء للتأكد من نجاح هذه الخلطة ويعني طريقة الاستفادة منها. كما قامت الوزارة بالتعاقد مع مختبر النقل والأبحاث البريطاني لتصميم عدة خلطات أسفلتية لعدم تكرار تطاير الحصى، وتم بالفعل تنفيذ طريق تجريبي على الطريق الدائري السادس باتجاه الشرق الواصل إلى المسيلة، وذلك بفرش الخلطات التصميمية المعتمدة بهدف تعريضها للأحمال المرورية المختلفة وكذا الأجواء المناخية المتنوعة، حتى يتم رصد ومتابعة التغييرات التي تطرأ عليها والوصول إلى خلطة أسفلتية مناسبة.